تعالوا بقى واستاذنكم نخلي البدايه يعني عن المونديال، بما اننا بنقرب اكتر واكتر كل يوم من انطلاق فعالياته اللي اكيد اكيد واخده كل اهتمام محبي وعشاق كره القدم في جميع انحاء العالم. كلامنا دلوقتي هيكون عن مجموعه من النجوم الغايبة عن البطولة السنة دي أو عن كأس العالم في هذه النسخة بسبب غياب منتخباتهم أصلا عن المشاركة، زي للأسف الشديد محمد صلاح نجمنا المصري اللي محقق كل المجد مع نادي ليفربول، اللي ضارب معاه كل الأرقام القياسية واللي حصل معاه على كل الجوائز الفردية والجماعية مع الريدز، الحقيقة عامل شغل أكتر من ممتاز. كمان الهداف النرويجي إيرلينج هالاند نجم المان سيتي اللي بيعيش واحدة حاليا من أفضل فتراته وعطاءاته الكروية، هو المتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى هذه اللحظة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، طبعا هنفتقده جدا. هنفتقد كمان النجم العربي الكبير الجزائري رياض محرز اللي يعني بقاله أكتر من 6 أو 7 سنوات في الدوري الإنجليزي، الحقيقة ماشي بمستوى يكاد يكون ثابت مع أندية ليستر سيتي ومانشستر سيتي، لعيبة كتير الحقيقة يعني هيفتقدها المونديال الحالي، وإحنا بطبيعة الحال هنفتقد وجودهم ولمساتهم وحرفنتهم، لكن أكيد البطولة برضو في المقابل هتظهر لنا مجموعة جديدة من اللعيبة اللي ممكن نشوف من خلالهم مفاجآت مدوية زي ما بيحصل مع كل نسخة، وبنستمتع الحقيقة مع كل نسخة بالسكواد المشارك مع منتخب بلده والمنتخبات اللي هتشارك، يعني الحقيقه كلها مش هينه، جزء كبير منها الى حد كبير لاسباب مختلفه ولاعتبارات مختلفه، حتى ممكن دي تكون نقطه نتكلم فيها مع ضيوفنا في الفقره الحواريه الاولى، ان في يعني اللي مش متواجدين واللي غايبين زي ايطاليا مثلا غيابهم غريب عجيب مريب، لكن حتى المتواجدين في منهم منتخبات مش بنفس قوتها المعتاده، مش بنفس حجم ثقل الاسم المنتخب ده زي ما كنا بنشوفه في نسخ سابقه من المونديال الحقيقه، بس اكيد برضو الموضوع لن يخلو من متعه واكيد هنشوف ماتشات كلها زي الفل الحقيقه.